وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحان شوقني مؤلفك رحمه الله تعالى مقدمة أما هر دعا أري بحنتي يا رياضة أديك سنة يا شرح هذه وكتشري مؤلفك رحمه الله تعالى وحان سوقرني وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه وإن نري لو بقول يا الله وتشر بكسو نقطي هدي اللي يرى هذا في قول يقيل وضعيف ولا حق بدني هاي هاد بسي أي نقطبة وحان صوش عقني إني تيران رياضة وقيل كما في قول كش عقاي صدح في قول كمدة يا لبي طبعا قيل ويري أي رجل كدم بيه يشرح لي شجر يا أصحاب الحواشي إن يراجح معتمدة هاي وإمام النووي ير الدوفي رحمه الله تعالى سوى حين صور شجني أما تلمام الدونا مسائل كراجح رافع ورجح يسكدم التجي ويبديه أنت وقارو على مدينة كونتوي إساقنا طوري الطبنكا إلى شاني الطبن مرهس أيال يجري صيغة التضعيف باتكو كانتي إذا أنا راجح معتمد كي مذهبك لكن لا يسكو بوضع الرعسنا وعلم ذواقي بسيهينو قاربا وحيليهين مايا سيدو النووي الشيغي بمسائل كاقاركود صحن مسائل كاقاركودنا إلى حد ولا يذكر عسان يهي إن نووي هالتضعيفية أي إيقو يهين سيدا راجح معتمد كه سيدا أصحاب الحواشي يصاحب النهاية التحفية زكريا الأنصاري نكل إلى أحمد بن سلامة القليوبي أي شيغان وحان شيري وحان الشيغني إن أن دب مسألة والبماش تمادو وان وحكاقات المامي دونو لكن مسائل كه وان وحير كمسائل هان يراها دول مرايا لكن حقيبا لغو تمعتمد كيا الشيغي حقاسا لغو الشيغي بان ديبو ديغيا أبيادي ويسكرها عبدالله بن السعيد الحجي اللحجي كوني أفر بقول يا طوانكي لانتايا تقريبا إلى صدر يا سغال كبيت هيد بينو مسائل كل شيء يدور يستاجينا أو قيلات كه لمحيري وبعد ذا فعلنا لي أن أنظم معتمد القيلات نظما محكما وحيصو ظاهرته إرق مناتي بريصو بحري إلى أن قبل كتيريو قيلالك قيل 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 ذا قيلات كه قيل الله جمعنا يا أنت والنووي قيل يري معتمد كه قيل إلا يرى أين نهين سي وكنت طالب لي في سفرنا المعروف بالمنهاج من اشرقت بنوره الدياجي نور كيسي افتين كيسي بقدقو افتيميي كتابه كو امانيا وتشددنا وحولي قصدي بها تيسيرها لحفظها ان حفظك يدو فضودان او ترى غري منهجك وراعا يا مركو سو ارورينا ينا وحو يري وقد تحريت صريح لفظها لفظي هذا كوع سلسلة وياه إلى نسو قريان كد ذالي لكن وحيري وربما ضاق مجال النظم فجئت بالممكن في ذا القسم إن قبيقو أن لفظي كيني وايا لغي أبايو سيدا وقلو إن كسو دوين كران كسو أرورين إياه وها أنا أشرع في المراد بعون ربي راحم العباد هذا نقول قل يا أبوي كالميسي ربي فأول منه حواه فصل شرط الزكاة في التجار الحول زكاة التجارة مركو كهر ليو شروط يظن أوترين إيه شرط الحول السند إنه سو وريق النووي وكهر ليو قيل كوه الرئيسي مهوية معتمد كهر كاسوكي الله لفظه السنة وحاو ينبلي قيل وقيل تخير المالك هذا الزكاة زكاة التجارة كسية
شروط الزكاة التجارة الحول مركو مريو، وقيل تخير المالك هذا الكاوي قيل ما هي ذا راجح وير تنلباد وحيري كتاب العارية مركا تكتو وتوابع ذا وحاد أوتك دون تابو يري فصل كأوه الرأي كتاب العارية مركا تقدها كاشا فصل كأوه الرأي وحاد أوتك دون تابو لمر له وقيل أو يملكه بقيمة قيمه كم بالكية قيل ضعيف كاردغ النووي لكن يذا معتمدة إن القيمة اللي قم بالكية راجحة كانوا ترجيحيين وضعيف وحيني مدة صدحات أبواب النكاح وقدو أبواب الخلع تك باب الخلع مركا تكتو فصل كأهر رأي انت أن لقارن كتاب كمركو كب الله ومحكام بكه الله يا كذب فصل ليه انت هذا فصل كأهر رأي قارن وحي الكهر بوكيا لا يا لفظي سوى حوي وفي قول يقع بمهر مثل هذه اللي طلاق خلعي محون نقنيا مهر المثل بنقنيا انه ضعيف يهيب نووي الشيغي لكن سقى راجحه في المذهب معتمد ابو ليوا كسدحات وحلي كافرادي وابواب الطلاق فصل كافراد كتاب الطلاق كمذا وهي فصل كافراد مركات قاده كتاب الطلاق تك فصل تكوبات طلبات تصدحات افراد مركاتك تو بنوي وحي هي له هي بولي وقيل المنوي ادو طلاق كو دواقه وي نيدي يا لفظي اس خلافان ما لفظي دعي مس منوي وقيل المنوي ضعيف هو شيغي اسغانا راجح وير انت كدب كتاب الجراح وقدو أبواب القصاص تك كيفية القصاص فصل كاللبات بمسألة شراد كتا لا وقيل لا يدخل وقيل لا يدخل ذاس إيادة معتمدة مدى اللي حاذو حاكو ليه هي بويري إسلا فصل كاس لبات وفي قول السيف قول في قول بكعبري قصاص السافي وحبين نقون إيسا إساقاس راجح بوليه مدى تضبات وحاويان بولي هي او اسلا فصل كاسا وفي قول كفعله يدا راجح بولي الى قسامه مد سديدات مركا لا تاغو الى اخر كمعنى حو جيدا يعني كو دهران انت كبدنه سدا مسائل كو تيريي انت حتى زكريا الانصاري كو دراي بو هل قول كو درو 14 بو هلكا اسكو غارسيي ان شاء الله تعالى وراقها نكهليسان يدو فافاسن يا وراجح يري حقيسة كويري تحفها جزك يا صفحة قليل جزك يا صفحة نهاية جزك يا صفحة وراقها واتكه ليسان انت هذا النظم كالقارين بإيه ذو النثر يا وطلسان هل كاكو هالكيسة انت وقيل ليري نظم كالكدبنا وفي قول سدح ذا معتمد كا باتكه ليسان هل كاكو حيري ومنها مسائل باكمدة نفيسة وناكسا أضمها أن كدر يون أدوميو إليه كتابك محررها ينبغي أيها بونتهاي ألا يخل الكتاب كتابك إن أن لغا خاليين وأن لغا واين أما أن لغا مارين منها مسائل كاس كتابك نوسن مسائل كا كم مقنانين وأن لغا واين أيتهاي وأقول وحان أورانيا في أولها باللو كذا قلت وانك بالله بيا وفي آخرها نمات كذا والله أعلم بانك دي إمام النووي مسائل كا ويري أول كذا قلت آخر كذا والله أعلم ويري وبقول سديتا يلا بمسألة وين بقول يا سديتا يلا بوي بقول يا سديتا يلا بداس كنتن كمدة رافع بردنا يا ورافع بخلاف الصواب رجحي بقول يا صدن يلا بكمدة هنا وزيادات مسائل الصغو وقدري وينه رحمه الله تعالى بقول صدر يا لبا يا كنتن مركز اسكو درتو اميساي نوقنيان ساسي بقول يا سيديتن يا لبدا مساله كيهين اول كودا قلت اخر كودنا والله اعلم كنتن وتصحيح رافع اوردنا يا ترجيحيسي بقول صدر يا لبنا وزياده من عنده مسائل كان فيسك هلكا او كو شيغي انت وي وما وجدته كتابك واحد كو اركتو
oo min ziyaadati lafdatin hal kelimad oo lagu daray ah iyo wanaxwiha wixii lamida calaa maa fi lmuxarari wixii muxarar ku qornaa oo intaan sidiisi u keenay kelimad ama lafdi aan ku daray ah factamidha cusko oo qabso falaa budda minha waa lagama maarmaan. xukunkii bay shardi ama qayd u tahay ama ziyaadata xukmin bay faa'iideynaysaa. tusaale, abwaabulkhalaa marka uu marayo xaaja gudashada marka uu marayo hal mas'aluu ku daray oo markuu leeyahay walaa yabuulu fii maa'in raakidin wa juxrin wa mahabbi riixin wa mutaxadathin wa tariiqin wa taxta muhmiratin walaa yatakallamu, muxarar kuma jirto. walaa yastanjii bimaa'in, inta kale masaa'ilkuu sheegay wey, laakiin walaa yatakallamu intuu xaajada gudan ee qofku ma hadli karo. daliil asaxay bay leedahayoo meesheedaan ugu tegi doonaa, laakiin waa ziyaadaadka halkan uu ku tilmaamayo. waxaa kaloo ka mid a ziyaadaadkaas abaabu tayamum marka uu marayo xubinka laga tayamumayo baa wuxuu leeyahay baabu tayamumka ugu horeeya asbaabta markuu ka hadlahayo yatayamamu lmuxdiثu waljunubu liasbaabin axaduhaa dhaaf athaaniina dhaaf athaalithu markuu soo gaaray wuxuu yidhi maradun yukhaafu macahu min isticmaalihi calaa manfacati cudwin wakadaa buطu lbur'i aw الshaynu الfaaxishu fii cudwin fi اlأdhari fii cudwin daahirin fi اlأdhari. lafdiga daahirin ah waa ziyaadaadka nawowi erayadu ishaar ayay ka mid tahay. isla tayamumka aakhirkiisa marka aad gaarto qubayla baabi اlxaydi wuxuu ka hadlay waman tayamama libardin qadaa fi اlأdhari aw limaradin yamnacu lmaaءa mطlaqan aw fii cudwin walaa saatira fala ila an yakuuna bijurxihi damun kaiirun. lafdiga kaiirun ah waa ziyaada nawowi ku daray. muxararku wuxuu sheegayay ilaa an yakuuna bijurxihi damun, damka yasiirkaana waa macfi, haddaba kaiirun in lagu qaydaayo waa muhim. fii cudwin cudwigu daahir inuu yahay waa muhim. xukunka walaa yatakallamu waa muhim. saa darteed buu kuu leeyahay factamidhaa qabso oo ku dheg falaa budda minha lagama maarmaan wey. wakadaa sidoo kale maa wajadtahu waxaad hesho mukhaalifan isagoo khilaafsan limaa fi lmuxarari waghayrihi muxarar iyo kutubta kaleba wax ku qoran oo min kutubi lfiqhi kamida factamidhu cusko oo qabso. haddii aad wax muxarar khilaafsan aad aragto iyo kutubtii kaleba mas'alada khilaafkeeda waa waxaan u qasday oo kas aan ugu qoray oon u khilaafaye qabsa buu yidhi fainnii xaqaqtuhu waxaan ka soo xaqiijiyey adkaartaas min kutubi lxadiidi lmuctamada kutubta xadiidka ee la cuskado baan ka soo qaaday buu. haddii dikri iyo adkaar ku qorayd kutubta fiqiga shaaficiyaduna tawaaraduu calayha ay soo kala guuriyeen wax ka duwanaan meesha keeno waxaas wax ka fiicanoon salkiisa soo hubsaday weeye wey. walidaalika awaakhiru lwuduu wuduuda markuu dhammeeyo muallifku raximah llahu tacaala yuu wuxuu keenayaa adkaartii qaar markuu keenay jumlada abwaabu lwuduu ugu dambaysaa waxay tahay intaan baabu lmasxi lkhufi la gaarin waxadaftu ducaaa alacdaa'i id laa asla lahu xubnaha markii la weysaysanayo allaahuma bayid wajhi yowma tabyadu wujuuhum watasaddu wujuuhum baa kutubteeni ku qoran allaahuma acطinii kitaabii min yamiini kutubtii horey ku qorantahay in badan oo ka mid a sida muxararkiiyo allaahuma laa tucطinii kitaabii min shimaali ilaa akhirih. markii madaxa la masaxaya qaarkood waxay qoraan ilaahu madaxayga ka dhig min man yastadilu taxta dilli اlcarshi adkaar saasoo fara badan asal iyo sal iyo raatoona maadaama aynan lahayn kitaabka waan ka tuuray buu. marka wallaahi adkaar buu ka tegay intaad tiraahdo meesha ha ku kadsoobin buu yihi meesha ayaan laguu gelin waa bahallo adkaartaas waxba kama jiraan sal ma laha. taasuu tilmaamayo waa xadaftu ducaa lacdaa'i oo kaleeto. dikrigaan bedelayna waa muctamad oo kutubtii baan u noqday waayo nabowi kaana aclama bilxadiidi min araaficiin
حديثك واقع يقيني رحمه الله تعالى. وقد أقدم إن هرمر يا لاركا بعض مسائل الفصل فصل كمسائل كيسي قارن أن صهر مريو قارن الدب مريو وسيد الرافع وكله الرئيسي أن وحكب دلع دعي كرتا لمناسبة مناسبة مسألة دم مظهر أيلا لهذاي أما مسألة هرا مدم أيلا لهذا أو اختصار أما صو قابين درتت وربما قدمت إنه هرمر يا لغيا با فصلا فصل نبا للمناسبة مناسبة كل اللي هي درتت سيدا كما فعل في أبواب الحج. أبواب الحج مركا لبا باب بوكالو لبا فصل بوكالو هرمري لبا فصل وحاجة لأنه قلت لك دونه أبواب الحصار والفو إحصار والفوات حج كيبا هدو كرنا فور نحن اللي هو حنبه محاد سمين إيه وحاد تيرا أبواب الجزائي وارد إيه وحباد الشي في ديادة اللي قاربه في المحرر أبواب الجزائي في ديادة صهر رأي لكن نوح صهر مري الإحصار لمناسبة إحصار كان مركي لغاه ريستاغو دم باد بحنا إيسان في ديادونا ودم لب بحنا إيو وحي الدماء لنا قضال نوم مريو أسباب الدماء وصهر مريو باكم إذا وحسوك لهر مري رحمه الله تعالى وأرجو وحان رجينا يا إن تم هذا لما يسترمو هذا المختصر وكتاب كان أنسو قابي أن يكون إنو هذا في معنى الشرح شرح أوكلا إنو النقض للمحرر كتابك محررها كتابك محررها كان هو مختصر لسو قابي دنع دنع أكلنا بوسكي شرح وقال يا ويد اسوا فتش اللوضاس كتابك وانسو قابي وحالا يقانا متن إيا شرح شرح وين مركز تبع متن إيا شرح شرح هو متن إيا زيادة وين أذيك وحدنا تريد شرح متن بقع على نحو نصفه نص بانك صور يا بي هذانا وحدنا لا ذا هاي الشرح بوي لقي سمرك محايا لي فإني ذو تعليل وي فإني أنيبو لا أحذف حذف مايو منه كتابك محررها شيئا وح من الأحكام كمذا أصلا أصلهم سنة بهرت أحكامتي حد في مايو هذا القرار اللي قشر على قفا فاهدي هذا الصور نقول يبان توريه هل حكم أو محرر كتشري من هاتش كمان مقرأ وكو صادرت الاختصار كيغو اختصار الألفاظ ويه اختصار الأحكام معها أحكامتي متنقة نحر كيسيونا واكو وكو ولا من الخلاف خلاف كي وسوء أروريه مثلا لإسكوها يينا من نحد في مايو راجح يا مرجوح مقوك لشيء ولو كان واهيا خلافك حتى ضعيف تورد ربها النقضة ولذلك أبا هذي أريق المشهور إيا أس الصحيح اللي وضع إرينو استعماله وأمرك خلافك ضعيف نقضة مع ما أشرت إليه وحانا كدر يا وحان تلماميو من النفائس وحاونا قبضنا شرط بان كدري قيد بان كدري وحونا كتلمامي كتاب كيسن دقائق المنهاج بو كشرحي قيب كمده سيدا وشرح النقاني وانا جملة صوص عطو كتلمامي مركب وحولي هي زيادات ككلمات كان كدر يا ومهيم قاربا مطلق قيدية قاربا عام خصيصية قاربا شرط كدر يا لوبا هنا أنا وحكامتي سي خلاف كيسي ورن شاقي قاربا مسائل زيادات أكود رأيه وقلت والله وعلم كب الله وضيه بقول يا صدن يا لبا كنت مسألة خلاف الراجح ورجحي بان تصيحين يا إرى يدي غريب كأهابا بدل يا شرح بمحون نقل لها إرى غريب كانو كو فصيره بدل كي فصير كميت كتر عسام بان كو قلي وحي قيد لغتا قيد كاسا تلينو كو يرادة كلمة هام بان كو قدري وحي شرط لغتا شرط كاسا كو تلينو يرادو إنان كوغو دارو مسألة دا مركز السوق قال الزيادات راعي لها إنان كوغو دارو بوسكي شرح نواب بوحيم البطيق إيرا واسو اختصاري نص نوان كاغا صور ديغي شرح نوان كاغا ديغي ساسو يسوع فتشي صوت مركورا ماذا ديهن ساقاران لقطي يدكتي اسكولا قبطي يسوع اوه كيسي مركاتيري وحقر يسي صوما ديهن ساقو حولي نص نوان كاغا ديغي شرح نوان كاغا ديغي وانا كاللاوذي إيري وكسوكا قبطيين سوكا فتشي اللاوذي وقد شرعت وحان قد قال يوم بالله في جمع جزء جزء ان اوروريو
لطيف أو ير أو آد خفيف وفدد على صورة الشرح شرحنا أن قنية مقال كيلة لدقائق هذا المختصر مختصر كان منهاج كه وحيابيه دقيق قرصون إذن آد قبرارو إن كوكو برارو تشيو أنا قلت لك قلي بان بلابي بولي أنا كوكو غرب قرى من هاتك وماشي أنا وحكا سمايابا تانا ساسا هالكا كو تشيرتو ساسا نوغا تشيرا كوراد ومقصودي وتشيدا ديدا به مختصر دا كتاب كا دقائق دا شرحية ودقائق المنهاج باليرادا أنا وتشيرا وتشيدا ديدا التنبيه إن برارو تشيوي على الحكمة حكمة دا كو تشيرتا في العدول إن كالاحري عن عبارة المحرر لفظي أريج محرر دافع وكو استعمالي مركان بدلو سببتها أن أبدلي بان كتل مامايا وفي إلحاق قيد قيد إن هريشيو أو حرف حرف عن كدره أو شرط شرط عن كدره للمسألة مسألة ونحو ذلك وحلا مده وأكثر ذلك كان شيء بدنكينا من الضروريات وحيابها لقو قصبيه لازم كاو كمديه التي تاسو لابد منها لما هرانا وحيابها لما هران أويه حشو إيه وحد نيراضيه فاكهيسي ما عبوه وحيابه بيه كمان نبعان كهاي لما نافان كهاي كليه وي ساسو ليه كتاب كدقائق المنهاج مركي كتابها سيدان لو دابعو نوري صدن بيش وي قبي سبب سيدا وراقها ندير دير افور كهدي اللغات ديغانا اسكا قياستي labaatan beech way marka qofku iyadoo soo dheer dheereeyo weeyo daqaiqul minhaji lil imam an-nawawi way juz'iyadan markuu tilmaamayo oo saw sidoo kitaabku sharaxu noqon ma qayo an erayga aydeen tilmaama marka ilaa kitaabkan uu inoo amaanayo inoo faaniyay haddii inoo faaniyay inaan wax ka aragno weeye manhajka nusxiisa qaar kood هوست حاشية ذا كتاب كان لقود دابعي مثلا أول بماشي في الدقائق في دقائق المنهاج أما إرأي بسو قورين كذا في دقائق المنهاج بين نسخة منهاج كان مطبوعة قارة ها النسخة دا دار المنهاج أي دابع ذي فان كو أركي حاشية ذا سوه قرى النسخة ذا وان هي قلاء إغا قاضتي تولو جنشو قاضي نما إغا باحتي فانسخة في عم بانو باننا ينتهي دهان فوحالي ترى في عنه سلام الله يسير المجال هذا مكلا يسويه ما ده حنا قوين جرنا قلها بعديها كي ما ده حد يسير شاطك رسي هذا هيل هذا قدر شاطك يسي حد مكتوب هذا أنا أتشوه سي وده ريو قدرنا إذا كنت تقول أتشوه تانا كان تحقيق سفعية قاطع ما كان نسخة دي ساسا اللي قالت تري أنت كده بيسير المكتوب هذا نوار مر مرايو مكمات اللعن إن أنا أركب على جيابة مرك كتاب كان markii uu tilmaamayay muallifku raximahu allahu ta'ala meelo badanna waa arki doontaa oo haddii aad akhrisato waad ugu tegi doontaa fahada kitaabun fihi sharxu daqaa'iqi lmunhaaji walfarqi bayna alfaadihi wa alfaadi lmuxarari lilraafici raximahu allahu ta'ala halkaasuu ka bilaabay kitaabkan daqaa'iqda minhaajka aan ku sharxayaa iyo erayada minhaajka iyo erayada muxarar فرقك أو نحيي كوكالات ويهين كدب خطبتي وشرح هذا كوب اللعبي أريق بسيدو أريق أغتشيدو أريق محان أغتشيدا كدب بوحوشي انت كتاب الطهارة وننقارن بوحوري قوله في معنى الشرح للمحرر سؤال كما هي واحد صمر وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر قوله مركو منهاجك كو يريبو لنينك قرأ يساقو اسكاو وضعي معنى في معنى الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ومراتب خلافه ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائل وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك الكاس وكل شرح فيه معنى الشرح سيدنا نغتش إلى وجه أريد الدقيق غريب كان كل شرحية لفظك قرصونا وان عدينا مسائل كالتصحيح ترجيح وكتغي
ninka la yidhaahda raaficina waan tarjiixinayaa. masaa'ilka khilaafku ku jiraysan sheeginna khilaafkoodii waan ishaarayaa. khilaafka uusan noociisa sheegin ma asxaabta wujuuh iyo wajaani iskhilaafay baa, ma ariiqatu lxikaaya la ysku khilaafay, ma qawlaani shaafici baa iskhilaafay, uusan sii caddaynna waan ku darayaa khilaafku nooca uu yahay. waxaa kaloon caddaynayaa wixii qayd iyo shardi u baahan iyo wixii suuro iyo sawir in laga bixiyo si loo fahmo u baahan, wixii uu ku khaldamay tarjiixeedana waan saxayaa, wixii uu khilaafka asaxa sidii raajixa jamhuurta qowlkooda khilaafayna waan caddayn, furuucda iyo ziyaadaadka uu ka tegay ee in la sheego ay tahayna waan sheegayaa. taasaan uga jeedaa buu yidhi fii macna sharxi markaan idin leeha. wacala allaahi alkariim, allaha kariimka ee ag korkiisa keliya unbaa ictimaadii cuskashadaydu ay tahay, alla keliyan cuskanoon kaalmaysan, wailayhi alla keliya baa tafwiidii taladayda bandhigadkeediyuhu isagaad u bandhigan, waistinaadii cuskadkaygii iyo tiirsigayguna alla keliya wey. wa as'aluhu nafca baan weydiisanayaa inuu ku anfaco bihi kitaabkan lii aniga uu igu anfaco iyo walisaa'iri lmuslimiina muslimiinta kale oo dhanba, waridwaanahu raalli ahaanshihiisaan weydiin cannii aniga iyo wacan axibaa'ii dadka aan jeclahay iyo wa jamiici lmu'miniina mu'miniinta oo dhan. qaybtan u horeysa ilaahay keliyaan cuskanayaa talana saaranayaa. dee waatii ilaahay subxana watacaala faatixada aan ku akhriyeynay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu diin wey, iyo tii xadiidka ahay idaa sa'alta fas'al illaaha, maxaa ku xigay wa idaa istacanta fastacin billaah, alla keligii weydiiso gargaar. ayib, laakiin su'aal baan qabaa, waxaan idhi wa cala allaahi alla keliya alkariimi ee sharafta badnaa deeqdana badnaa baa ictibaadii cuskashadeedu ahaatay. meeshan faqad kuma taallo, laakiin anigu faqad macnaheed baan geliyey. wa cala allaahi allaha alkariimi baa ictimaadii, laakiin keliyaan ku daray. waxaan rabaa keliyadii meesha keliyaas meesha ay ka timid iyo ii sheegi kara haye. taqdiimu saxiix, taqdiimu lmacmuuli cala alcaamili yufiidu alxasra, keliyada xasrigii wey. haddii macmuulkii lasoo hormariyo, macmuulku waa jaaru majruur, yatacallaq bictimaadi, asalkuna wuxuu ahaa jaaru majruurka macmuulka ee mutacalliqa xarow iyo xaraf jartoona tacalluqla'aan ma joogaan, soo lama dhihi xarow iyo xaraf jar midna tacalluq la'aan ma joogaan, xeriguna reerow ku jillaado u baahan yahay jaar xaraf jar iyo wuxuu watana de meel lagu tacalluqo la sur u baahan yahay oo qor ictimaadiida ka dambaysa uu macmuul u yahay. sidii qur'aadaba wey iyaaka nacs wa iyaaka nastaciin, iyaaka waa macmuul, nastaciinuna waa caamilki, sax waa khabar wey, sax khabarka yaa ku camal falay, mubtadaha ku camal falay. saa darteed tacalluqeedu cidda ku camal fashay waxaan leenahay ama macmuul mubtaduhu ku tacalluqay buu ku xiran yahay calaa qawlin, waana mucribiinta madhabkooda, soo ma madhab lmucribiin isagu khabar maahe wuxuu ku tacalluqaa khabarkiisa, laakiin madhabka sahalka ah isaga laftiisa khabara iskan maxaa isugu sii dhibi wax kale daydigiis. marka mutacallaqiis iyo caamilkiisu ictimaadii wey, sida iyaaka nastaciinuba iyaaka mafcuul muqadama ay u tahay, nastaciinuna ficilkii mafcuulkan ku camal fal ay tahay, taqdiimkaasoo horumarinta macmuulka sadaaraba hal ahaadee baa xasriga faa'iidaysay. saa darteed iyaaka keligaabaan nacbudu caabudayna, wa iyaaka adiga keliya baa nastaciinu, taasoo kaleeto wey. wa as'aluhu nafca bihi, inuu ku anfacaan weydiisanayaa lii aniga walisaa'iri lmuslimiina, muslimiinta dhammaantood inta soo hartay ama jamiicihim dheh ama wixii aniga soo haray muslimiina baaqiga dheh, labadaba waa loo isticmaala, lafdiga saa'ir bimacna albaaqii oo su'riyana waa loo isticmaalaa, oo lafdiga saa'ir haddii baaqi loo isticmaalayo asluhu min assu'ri hambada, markii wax la cabba hambada,
هذه بمعنى الجميع الله استعمال أيانا أصله من الصور جدارك كور يكسن قري تولد كور يكسن أو كلا يتوي ورضوانه هو بان ويدي سنة يا عني أنا يا وعنا حبائي وجميع المؤمنين كتاب نهار الدعاء إن إلهي نو أقبلاي بان أم لينو أم مدي إلهي وأكو أنفعي إلهي نو حكر الجيل إن أم مدي أنفع هذه أرقنا يا السجن إنه كو أنفع آخر ذي الدعاء وما يرى إلا ود عيو من صنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده طبعا مفرجين إن شاء الله تعالى إلى أن نقضى وسوى كتاب كيسا ومضى وقوان فعي سبنا أجر كيسا الله من لابا وقوضى ورضوانه عني وعن حبائي أنيقي إنت أن تعالى هاي بيرك نقضى إنك وحن سوق لنا إن شاء الله وجميع المؤمنين تعدما سوق لنا وأنا أدب كإلهي ذاتك المسلمين تأو برايو إن مؤمنين تقولون له دعيه نبي نوح بانا قرآن كان وبشر يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي بحكة ضمبية وللمؤمنين والمؤمنات إن له دعيه مركا مؤمنين تقولون إن له دعيه وحب هل فإذا كلا يقول هذا قف ذو الدعين يسو بدنا عقد الله ما قال قف عيل كهي من له دعية مايا قف ذو الدعي سي وقف نيد وانا سن يضاع ذو هيسو إن النيد هذا مسلم كان عقد ذو وشرين نوح وين وين ولذلك كل وضع إلهي في كتابه كحريري ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت وحياه والذين جاءوا من بعدهم رب الذين جاءوا من بعدهم يقولون قيبتها ربحيتها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعاء محالة دبرنا وثمرة أيضا ليس كل مان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نقف كنا عقدته يسوع ينال هوارس ينال دعاء يسوع اسكم بالمجالان صدرت وجميع المؤمنين مؤمنين تو بنا إلهي نكرر للنقضة يروي يعني دين إلهي سبحانه وتعالى نقول دارو يسوي دعاء دي سهنا أقبله ده إننا كان هاي الله تايا ده هو أقبله بقى نالكاس أي إنه كوب جب جبين إنا مقدمة دي أنت أكدب كتاب الطهارة بالله بينا كتاب الطهارة عن باللونه لكن سدح مسألة ربع إنا براروتشيو سدح هذا مسألة كدب انتي ان صومر اي واحد سؤالا كقبطان منعا وقبانيا سي كتاب الطهارة مركان باللابو قاديد كي قاليها هكد عين عن ذين الاهل مركا كوباد وحان اقريه ان ولي وفقه مذهبية فقه مقارن معه انا بلوغ المرأة ما اقرن ايو نال لو طاري منتقى الاخبارنا ما اقرن ايو بداية المجتهد ابن رشدنا وقال الحنفية وقال المالكية واستدلوا بكذا وصفوا الخلاف كذا عن ما أقرنه وحان أقرنه هو فقه مذهبي فقه مذهبي أنا قاعدة دي سوى حاوية مسألة مستند كذا هي الدليل كذا هي وحا الله عز كذا بالله الشيغة هذه مركة مسألة مقياس كالدليل كأي مرجوح لقو حق بدن يهيتاي وحي أن نقرأنا إن لغو حق بديه وأن نشيغي هرين وأن نصوم على اختيارات النووي مركان كهد لينا يو انتان نخلافنا بمقتضى الدليل بأنه هذا نشافعي آهان سي نووي انتاسو اختيارات انتو خلافي هذا نشافعي ووها مسائل كأن سن راهنو دليل كشرعي وأن لغو حق بديه لبين نسكو درينا iyagu waxay cuskadeen waxa inuu ka gaaran karno inaan sheegno waxa ka xoog badan aan tilmaano niraada ay madeenu mas'aladaas daliil ahaan waa laga madhabku waa saa waxaasay cuskadeen daliil ahaan waa laga xoog badan yahay saasana looga xoog badan yahay oo raajixan ishaareyna wixii aan taa ahayn mustanadka waxay cuskadeen baynu sheegayna ama kitaaba ama sunnaa أما إجماع أما قياس أما أثر أما تعليل بين التلماني وأنا كسعنا إنا مسائل كاللغية وإسك اجتهاديات كه
ee laga yaabo aniga shakhsi ahaan madhab kale inuu ila raajixan yahay haddayna mas'aladu nas iyo ijmaac ahayn meeshan ku sheegi maayo markii su'aal lay weydiiyaan sheegi waana fiqhiga madhabiga ah qaacidadiisa sidaas ولذلك إمام النووي مركو الروضة إيه منهاج كي يشيغيو بمقتضى المذهب برجحية لكن شرح مسلم إيه مجموع فقه مقارن إيه مركو وچوغو مذاهب تعلوم هذا كلي وحي راجح لها وشيغية مرنا ونقل إيه حكاية ومذهب كان وحا راجحان شيغية هدي وح نصو عضو كو خلافة آنان هينين هدي اجتهاد وراجح فقه مقارن وقروي فقه هي مستند كيسان شيخ وانا كسعن بنان كهدي اللي يقوى دي محراجحة مذهب كلي راجح إلى عن شيخ لكن مذهب كلي كنا حوالي ماي موسلنا إشارة ماي ضعف هذا النص عد إيم مقنن سيدا أنا قمر كائلة تهاي إنا خلاف سيهين قاعدة ومسألة الكوبادة ربو يعني كبر رجيم مسألة الله بعض خلاف ككتاب كاني خلاف في المذهب وي خلاف وقيل وفي قول طريقان وجهان الله الصح الصحيح مرك لليه ايو اسكو رعسنيه ويسو خلافسنيه لليه شافعية قدهت بانك هاللينا والصحيح مرك عنده من بين مذاهب المسلمين معها والأصح شافعية خلاف قدوي قد يكون الأصح ضعيفا مقياس كالدليل كمرك اللي يراد لكن خلاف عنك هاللينا والله اس خلاف اساسا لا اسكو راعي اساسا راجح كتاب كده حيث عنك هاللينا هذين عدين وداخل المذهب خلاف مذهبية إلا المركه المختصرات مذهب ساوي ساوي هل كلي هل أري كلي أسوس عني خم مذهب في الشافعية لفتور يعني مسائل بدن إسكو هيان بالغو بريا وحنا لقو قلت نقلي نين منهاج آخر سنة يو مسائل هرا بدن بعد صوم مرتية ألف لي معها هذا ألف لي هذا منهاج صوم فريزته هذا في الموقع الخطأ بعد فريده هذا إسكب بوسرة يسوى هذا لكن كطالب برنا يهدات هاي ومستواها كتاب كان على هذا نبى موافقات كشاف شاطبي موافقات كيس في مقاصد الشريعة بجامعة الإسلامية نقول تشوف نقاطي نقاطان شيئين بدل أن يكمل على قرن لكن ما يعيش شيء معي كتاب كور نبو نبي مركز وحبك فهم واي نن فن كان كغفي عنا ورجع طلبات وقفي عنا كمل هذا أبوه جيبت حنا كتاب كنا وانا خريج بحنا وان كفهم واي ee mustawiyada aan gaarin markii hore kuwa yar yar inaad soo akhriyaan la rabo inta horta maskaxdaada maqaasida faniga aad soo faanto tan ninkii ajrumi soo aan akhriyaan sharh ibn aqil akhristaa haddii fahmi waayo khald kuma sharh ibn aqil ba soo waayo isaga manhajka dad fahmi waydo waxa laga yaabaa mustawiyada baan soo gaarin ama waxa laga yaabaa looxjid ba tah looxjid ma taqaan waa iyo ardayga looxjidka maalinna waa timaada maalinna waa tagta قيد كان لغا هادلايا مسألة هورو لا خيريرا تي هورا هادادن هين انت دنبا دبا جلسكا كو بخي دبا جلسكا او بخي ما تقانن ربادين كان هين وي جيل ايو دايره هي اورتي ماركا لا رارو هلكا دبدا خريغا لا سو سورا سي هر رركا ماركو سوخدا رركو هوراي بو سوخدا لكن خريغا دبدا سينتا غداشيدا لا مريي با عليي دينت سينتا ماركي عليسو بو رركي ديبو هيا سوسن قورتو غا فورين كا هادو سو بخو مدخو كا فولا بالكي مسألة عن أصل كذي هينين ده رد بقولي صباح أو كلام نقوله مسألة ما راح يكافون هذا نبى يكون بوران مرك هذا نبى حد فهمته وما راح يكافو شو نبى بعد نقطتي مرك واحد يعكر كرتا مستوى هذا نقارن أما هذا نبى يبعد بقولي صباح يكون بحسن يهايو ماشي وحكسو بالله من يهاي وحرك وصف كذي مرك كتابك خلاف مذهبي أوي هذي هنا هدو وذاتكم حنفية وساقطة مالكية ساقطة وساسة ورقبة شايف إسلام ما خلاف سير راجح محولها مال كلابا مقلة يسوى مسألة لو يدينا يسكى لا راجح لابا مقلة مسألة لا يحد هنا الصح الصحيح الظاهر المشهور الأظهر ما كان اللي هاي فهم بين الشافعية نقل بانكه الله يا مذهب بان سوق قولنا يا مذا عن القوى معه واحد مذهب كشافعية عن نقلنا هنا ونشيغي ناي أنك ساقبنا معها مسألة سد هذا ربه إن أردن كبرى روتشيو وحاوية كتاب كاني وكتاب عمدة سان كسو شيكينة وانصوم برنا كتاب لا يعادله كتاب كتاب لك ما والله ما هي يعني الشفع ذي لذين إمسا مسألة كتير تالي إمسا تضواتا
محوها بيتك يا أي شيء حوا 70,000 يا وكم من كامنات في الفحاوة أنت فحوضا مفهوم كأما هانا مسائل كوعدي تضواتا كن ومسألة وين تضواتا كاكون هداد كبراتو إيه وحي عسكي سنتهاي إيه راجح هذه مرجوح هذا كلا براتو ليس هناك أفقها منك أكا فقيسا بجر لكن مررت لا أدري با مشكلة ده. مررت لا أدري كتاب قوات شوكتا مشكلة دينا هاي ستا وقت كي ما ننتو ننسوق الله وجر ولا سود دالان شوكنا سادرت الحقي مركو دقي يستولوا المون سادن بوا دالان يه مر ما انتو ننبو مشاكل كتيريو سو سو دورة هايو بيكو صور دعي دي وحي ما انتو وكو نحتيريو وما قانا شوكي وشوكا لكن بركة لو كان فكرة يا واحد صوت طبعا طبعا مشكلة ده وحان وجه دينا يرى هذا وحقي اهتمام كهالله سيو كتاب كنا تمرك الله آخر استاه الله صور رعده وأخيرا كتاب كانوا مستندات كيسة المامية كتاب كان ملبنا ليه هذا ملبنا وحاله إلى هذا السراج الوهاج ياهي السراج ياهي هذا السراج الوهاج كان ركته وهل كان مجلد مرك اللح بلوت صعته يسأل قد يس ورقده فيري هري ماشي هتكسر تكتيبه مكاجده ماشي كده بيسي أنا جلدي قال غصب بالله ما بلبنا عليه هذا كتاب هو كتاب وينه نروي أدبو ديري برينا وعلى على إنسان لو أن سكوت داري دورنا كتاب كان إن المستندات كتلمانه إن ددتشينه هدي الله ده هلا قد درجنا إذا كتابك سنوات بو قادم هدي اللي هذا هلا ددتشينا وحلا تلعن لها بالله تجي لكن وحل وضع أول نحاية تجويد كقراءة القرآن كوي مسا قيود دي هانجرتي مسا هانجرتي ترتيلي تدويري دين رجل من هاتش آخر السنة يو حان كررنا داد إلمام فنون علم أولى إنين نقدان وانا القرآن كي تجويد كي العلوم تي إلمام أولى هذا هاي وانا اللغذي النحو كي صرف كي أدب كي بلاغذي إلمام أولى هذا هاي وانا مصطلحي اصول جرح التعديل كي اصول الفقه قواعد الامام اولى هذا هذيك لبيهوف بعدها ولقى علوم الاله مرحله مرحله بسير النضج بعد قريسا اناد بسلاطا الربا واناد بسلان كرتدي هذيك بربر عيرين بعد نقن نم بربر لا دوتر يوم بعد نقن فنون تن الامام اولى هين والو كا مقن لو كا مقن وي صدرت الكتاب كان انتن كجيرنو علوم القرآن هلا مرة ووصولك هلا مرة ومصطلح هلا مرة وقواعده هلا مرة واللغة هلا مراجعين مركزات معنا بسيلة كسوقادي هذيك لبيهوف هم وحكلا لمن باتجي هل كاسن كديننا كتابهان عاوة سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دي سؤالهن مركي عن وحي بابك حرير لرا دمايو ما وحي كب حسن وقد بيو حدوني معنا نقضي سؤال ذلك السؤال اللي يري أحده هل يجوز نسبة القديم للشافعي شافعي قولك قديم كام الله نسبين كرا ها مايا هذه اللغة تشيدو إمام الشافعي بعد سيدا يري في القول القديم سيدا سو قبي تشري كتاب كيسا سا إساقا كو قري هدي اللوغة جيدا نعمها وصحيح هدي اللوغة جيدا مذهب كاسو قبي سيداسو أحال لغو قبا قبين يرا مايا وكان نقضي قفكنا قولكو كان نقضي سوى اللو شيء كرايو سيداسو مركي هورا قبي تيري ولا ديه كرا لكن ساسو قبال لما ديه كرا ورو كلابتي هدي نسبادو تهي شافعي با سيدا قبانا مايا لوما تيري كرا واي وكان نقضي هدي اللوغة جيدا وقبي تيري ومر بو سيدا قبي اما سيدا كتاب تسكو قرنايدنا ها انو يساقو يري اما قري والله تيرين كرا سؤال شحكتا ننكر وحولة يهي حبن كقرصون وامحي حبنها شركو قارهان طهارة مركا لغا حليو حبنها وحبنها قرصون
حبنا وحبنا ظاهرة. باب الجنايات مركا لغا هاللينا حبنه قارنا وقار ظاهرة قارنا وقار قرصون لوضا بمر بايك على بحضا جنايات كمركا لتشوغو حبن كفول حما مركو كتاغو نبر كدعي فول حما حق لو قيمين يا وحاكا لدوان هذا وجهك يا قعمها يا مال لا اركيو يا مال فيرها يا قرصون ودركو قارنا يو اسكو قيمين معها عضو ظاهري وضدكو اركياني عضو خفي وقرصون وكو استران اسكو قيمين معها نبر كدعي دعي ناوع فول حمد وكتغي مركا والله استعماليا مركا لواد اللي استعماليا باب الطهارة مركا اللي تشوغو حبننا وحبنها ظاهر كا وقعمه يوجهي يوحلا مدوي حبننا وحبنا قرصون وقار كمده ويسد وإي قارتو ويسد مركا يقار يسو لقاها قدوه دو وإي قرصون ته استنشاق مركا الله سمعنا يسنك قدوه سوا قرصون يه مركا الله قابيسان ايو دي حبناها قرصون وحا كمده ويسد فراها نحضو دو ميلا قرصون وي هدي القبيس طهارة قبيسان يسو كل كيه يميلاها الله الله بانيو علاشو حلو صديت ميلاها كفر إذي حبنا قرصون وي مركا حبنوه ظاهري يا خفي بيساء وقيم سمان ماشي هذا مركا انتقنانا تفاصيل شو تقدونا إن شاء الله تعالى قفكا وحوله بشهر رمضان عشر كين لتشوتين رمضان الله هرتين نبات قرسي مركي اللي قاله ما قاسان كوضا هالله إنا لكن وحي سويدين لي ضدك الثلاثة اللي ويدين ايو ما أرضي قاره اللي يقانا مسا انت صوحا ذيرتي أرضي رسمي هاي يلو حجيت كيوه واسكو درنا taas waa su'aal iman doota laakiin markii ramadaanka la gaaro baynu ka wada hadlayna insha Allah ta'ala waqti cimri dheer baa ka dhiman Allah ina geysiyo kani masala ka baxsan kitaab karo ka hadlaya waan ku soo noqon doonaa hadii masalka kitaab ku dhamaadaan waxaan ka codsanaynaa turjumaada lafdiga in aad laba jeer noogu celiso sheekh ayagii sheekh yusuf allah caafiyo hal mar buu la qabayn jiray waa dhaweeyto oo south africa uu tagay inuu xidhi kitaabta ma hal mar baa la qabaysaa mise waad ku celisaa maxaa kula qaban baari hal mar buu yeen mar labaad ku celinay buu maxaa sabab aan idin markaa wuxuu yiri nin ardaygu haduu barto mar labaad in lagu celin marka hore uu iska maqnaan buuri lagu celin doonaaye waxay iska fiirfiirsay u dhihi haduu soo og yahay halkaa mar haduu dhaafay inaan lagu celinaynin uu diyaar garoobiyo uu feejignaa buuri taalabtay xisaabta ku darsada adigiiba inaan laysinnimada iyo hoolaalka qayb ka noqdaay ma fiicna bal insha allahu tacaala waxaan fiirin doonaa see lafa lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan baan fiirin doonaa insha allahu tacaala waxaad noo sheegtaa sara sharaxa siraajul waxaajka iyo sheekha qoray maxamed zuhri qamraawi taariikhdiisa aniga de minhaajka mooyeen shuraax taariikhdood meesha uma fadhiyin kowdheh marka koowaad marka labaad siraajul waxaajku sharax weyn oo muctamada ma aha waa alfaad fasiraad marka saddexaad cumdatu saaligii maxaad igu weydiin weyday tan kitaabka la yiraahdo anwaarul masaaliq ee cumdatu saaliq isaga iska leh isla maxamed alqamraawi baa iska leh laftiisa uma misaana qaldan marka isaga wax badan oon kaaga sheego uma baahnid waxaad u baahan tahay minhaajka shuruuxdiisa muctamadka ah iyagana waan ka soo hadlay iyaga iyo taariikhdoodii qofkan wuxuu leeyahay qofkan hadii eray carabi uu soo qoray ereygaas ereyga wuxuu yihi cibaarada atalafudu biha sunnatun ee ku sugan kitaabka minhaajka miyuu su-aasha uu haraxan dhihi jiray xarta markaan ahayn minhaaj lama hor ordo watalafudu biha sunnatun yadaaba inoo iman doontee insha allahu meeshaadaan kaga hadli doona hadii aan la yihaahdo minhaaj lama hor ordo
مسألة سبع وصو هذا هي قصة ماشية ده إن شاء الله تعالى قفك فقه المقارن مذاهب تسبر برنيق وهذا آخر سنة يا كتاب كان إنه كسر قوريه مذهب الشافعية ذا أتيري من اللي يقولي هي نعمها والله تيرين كرا شافعية ذو حاسة قوان من هاي كذا كسر قورين كرتا مالكية ذو حاسة قوان مختصر وخليل بعد كسر قورين مركا حنفية ذو محي قوان فتح القدير بعد كسر قورين حنابلة ذو محي قوان أما ببهوتي بعد كسر قورين منتهى الإرادات بعد كسر قورين كشاف القناع بعد كسر قورين الروض المربع بعد كسر قورين زاد المستقنع بعد كسر قورين حنا كتبته معتمد كمختصرات ك مذهب كوالله تيرين كرا لا سيما شافعية ذا إمام النووي من هاد كيس عمدوي روضة هي مجموع روضة هي مهذب كنا كسر قورين كرتا ما هي المراجع المعتمدة في المذهب الشافعي عند النقل منها لبا مدوي إن كمذهب سو قورين إذا شافعية ذا محي قبتا لبا ذا كتاب يقوم معتمد سن ومن هاد كي مهذبك مذهب كشيرازي وحكروا لغا سو قورين كرا كتب غزالي وجيزكية وسيطكية وخلاصة يا بسيط كبا كتب توضا كرنا واللغا سو قورين كرا لكن وحاضوا باهن قارهان نووي رقا لامنتك يا رافعي وحاضوا باهن المعتمد في المذهب مكا تسو قورين شافعيد وساسا مذهب كودار معتمد راجحة إيجا كم أرمي ميسي وإيجا أدسو كلا تحريري سينو كسو شاكين حوري علم الله كود نمو ما كبح يعني أردادا كتاب كان هدي حفديان ما ننقون أيان قضاد ما ننقون كران ورت علم الله كود ما ننقون بين يدي من منهاج حفدي علم الله كود ماها علم ذو كتيرة علم الله كود ما تقنن علم الله كود ما قلنا ما قعمنا بحي في سعيد كلام في حسن كران ماي قل يوم حاوي يو علم هذا إسكالها ساو مسائل كسي هو برجواني هينو ما كات بالله وضد أما يستير كوي يقان لكن ما بالله يقان مسائل كان لقفت وانا يوا وضد أما قال لكن وحوا يسكان نحيا عسنا سو ما هبايسنا 40 نكما آمني كرتي بخاري نو آخر استي صفينا ما سو آخر يكره من هاج نو دمي نن حفيو برتاي ماها انت سو تاغنا كتاب والبا دور مجلد بو هيستايو كهورنا وا دوق سو قاداي انت كلنا وا عسوب هي بركه دمبنا وير عجسي ها ساوا يا فاتي قدر كو فيعاي كرا غاسو كلا وحا لوغه فايديستا مشروع الدين marka la qabanayo abaabul iyo maamuli agaasin ka lo dirsada intaas ku fiicay marka ragaaso kale taa waxaan u bixiyay علم الله كود مركز دم لكن وحام مشكلة ده سقي وع علم اسمه ده علي ده مرت هذا فردها الله ده غضب مركز دم فرس باسمه ده علي ساس قال كده هذا كتاب هذا سيف عن حفظان لكن قضاد وان نقوم كرتان هدي آت لبح على الله بدو عن نقوم كرتان هدي بيه هدي اللي هو يوالا تيمم ما هديته هدي سقى قاضي وتكون نقوم كرتان وعدكم أن تبلوا وعيب لكن قاضي في عن مركة النقونة يسو علومتي فلذين يسي مستنداتك دلائلك من هاجك هي قواعد فقه الشافعية ذي أصولك هي قواعد ساهي هي علومتي اللغة ذي تراكيبتي جملك أي كل سنين يعني بري إعراب لقودة بقديين إن هذا حكا براتوي مركز وحاد نقون سيدة صوماليد وقالي لهذه ويلهوك معنى نيو هكت سيقوري لغا تشابين بعد نقل وذي كالا عرابتن باب الوجود دي بقدي هبين كسؤالة هنا تسوء عديسان ربنا هرتا كتاب كبرت وقت قيوة كتاب يكون في اللان لأ محن سوء عديا كتاب كإمام الشافعي أميقا مجديد كليا قديم ككتاب شافعي مكا قري محوسية قلت الشافعي كتبت قديم ككتاب كقوم مشروسا كتاب الحجة لإرادة كتاب الأمية انت كلا وجديدك لكن انت وانتاس
لكن أرجعنا عن كا أرجعنا كتابك أمي جا كتابك عيري كتابك إمام الشافعي أمي جا فرت أمي جا ترى صومالي ما هو عربي أمي نقفا وحب قرينا وحب آخرين بلا إلى ذا كتابك الشافعي وحب قرأ وحب آخرياء ويرجع معنيس مركب مسألة داس أمي كتاب كلامي إلى ذا أم بلا إلى ذا أما الأم ألف يلام داش أم يو أم أما أو ما أنت أكل يقر الأم ده كذبنا هكذا هري راه كجري هذا الربط هذا كذب كتاب كان القرط لكن كتاب الإمام الشافعي أمي هذا تراده ونبي محمد بي أمي نمدو أمانو طه أنت نكر وإن وعب أنت نكر وحنا قرأ وحنا ما أخريه حلي ما هي أهم مراجع أقوال ابن تيمية نحن مع ابن تيمية يا رجل ما تبي تيمية وكه الله إنه نو هذا ذي له ذاك كذا جواب له لكن مقام كان مقام كم تيمية كم هو كان ذي نب نجوا حلي هاي وحن عطسنا إنه إن عاد مر كهذا الشو أحكامته جنع السجى السوق يذرنا كتاب البيع الله هنا جارسيو هل كاس وانين بنقول تقدرينا أرد هذا قاركود وأن مش تشوجين أتلا ذي هي بطيبة كش يجانا يان هدي كتاب كأتلا ذي سعد بطان هدي كتاب كي أتلاقي سنة سنة دي أتلا ذي بوم بهني هدي جيبه بتشوجه وبرانا يان هدي هاد مقطع هدي الله كوب كوبنا ولا الدديجي بينها يان وين لفافاهيان ربنا قواله هدي الله سير لفافاهيانا أتريده ما لبديه الله عجام كم قدر نماه يسند إليه ورم بي تريبا فديه هل لبس يدي ونقم أتريه بدو حكيه ما يعني أنت عشر راه يبغى النقم من هات كذب كتب الشافعية ذا محاوم منهم سن نبغى هو حيدي نبغى الله كشيء جاي مساجد كيس تاعي غير كذيب ومدك مقنع غير كنا علماء ما لهانشل ولاد بو حريه لكن حرمرودي بوها حرمرودي ما تقنن حرت كتاب كنت الله آخره يسوي خدمة ياي محمد جيست سوى خدمة ويا قنن وحوك كلو يا قنن حرت أنت كتاب كراعنا يسوع وذاتك هديه سن حر كتاب هينا قل يهنا دي زيارة قادة ويا هينا تاك تكذب برتا نماك تاك تكذب برتوي هدو مددك حرت صوفر يست كتاب كنا كشيخ وكوهي هذا لك ما دقى يسته ساس الله ده وعقرتي هه ده سوري زوج ما دقى يسته كتب تصوم ده آخرين الآخرين يسوي ده وها شيخ أنا نوتي بيا تري زوج ما دقى يسته ده هو لوك سعرية قرر ده صوها غير كودون علوم ما لهان تري نو غير كلا علوم بهيسين ترتي ما نك دمبوشو تبين أي سنة مركب مغنا حر وقوم مغنا جا حر علم وقوم مغنا بوجبت قلنا واحد دهان رأي كتاب كلا بلابو سيحان شري مركا لقب بحانو وتوس شري رقاسا وحال ليري ورزو صوب بحاي شيخ رير كأيمدو علماء دي قبائل كلا ريه بلي وكبر ريسانا هناي رأيسو كان لير ساقيا مساج كيري عبا شيخ انا وعيد وحو يري دوس تاقي الهي قل هو الله آسيري بور ما الله قوين يقو هذا أحد الله السمد أسكو دريب ديها أغمها رينه لم يريد ولم يولد أسرعي ولم يكن له كفوا أحد أسقضال أغسو حريب خلاص انت سوعي يكون أمالي ندا استاقوا وحرسانك سواش هدي ويدير يا هو كان يا شيخ هذا قال له حشيك شيقي أنا قد مكسين أنه الله قويب إيه أروح إن شيء أنت كامريو قرأنك بديع ما إلا ما لق بيناي نيو أنت عن شروح ذا معتمد كيهيو أصحاب الحواشي ذا معتمد كأكشي كهري روح إن شيء أنت كامريو سهاد القدر نقصه قرت هل كاسك قصه هذا الله وراقها كل نقو وذهري كتبته معتمد كي نيجي وحولي هاي مسائل كأن دليل كلاهين إن العديسان ربنا ويا عمدو كتاب كان آد بيقوينيان
أما مسائلك ضعيفك هرت مسائل كان دليل لهين إيه عدات الدليل لهين وان شيء لكن هل مت بان مسألة ذا كاده واحد دليل لو يقان باو باهن دي مال اللي سلا ديو دليل كلا عسكنا يا آيات قرآن ونقون كرا حديث نوان نقون كرا إجماع نوان نقون كرا قياس نوان نقون كرا أفرطا وحاتر هذا الأدلة المتفق عليها تسامحاً أده إلا أن قياس الخلاف فاكو تشيرو ابن حزم يقول بلو تاغن مال قارة ولا متشيرو أول من قاس إبليس تاغن أدلة بضان ومختلف فيها أبا تشيرته مر قول الصحابي اللي يرادو مر استحساني اللي يرادو مر استصحاب اللي يرادو مر شرع من قبلنا اللي يرادو مر دلالة الاستئناس اللي يرادو مر دلالة الاقتران اللي يرادو دلائل بضم باشرة دو واحد لو واحد لتعليلاتك بيفوق هذا الدليل ويا قانان انت مركا لوايو ان كلا الله كان انت هذه اللو كان آيه يحديد مسألة كسو أرورتي يعني تشيرنا يعتبر دليلا تاهرت أما كود درس إن شاء الله تعالى مسائل كعامد وي وي نيسانا كلام فيه نظر وي انت سو أمان يسي كتاب كويني نيسان أركيني oo caamay ahaayeen miya dhamaanto suculmo badan maan soo marnay idinka su-aashaas idinka idin weydiin intaan soo maraynay kitaabun laa yucaadiruhu kitaabun iyo isagoo kale lama qorinayo raggii lahaayee kitaabkan saa u weynaynaya ma caamay ahaayeen ninka taalibkiihi waxaa la yidhaahdaa xusnu su-aali waxaa feefee ilaahay fiqhigu qofka ku yiri saarsaaqa waxaa ka mid a xusnu su-aali سؤال شقاب كذي يسيكوها بونتا صح مسائل كضعيف كا وينو برارو تشين دو النهار نصو بلان قاضي سادين لصو عدس لصو قروبا بانا ومركا يعدا تضعف كيدا دي هذي أنا يبا عينين بوقن ضعف كيدا سواء ضعيف ولا هذا يسكن بلا أول الله تجيب ناس كتورو ما كاري كرو لكن عمدا كتاب كويني سغلط وين عمدا وهوينيان يعني. لكن علومي كبرتين لوينيه inuu kitaabkani kitaab meel weyn yaalla yahayna shaaficiyada culummadoodii dambeo dhanba isagunbay hareerihiisa dhaafi waayeen nin gasoo gaabiya nin nadmiya nin sharxa nin masaa'il ku baraarujiya nin masaa'il tasiixiya isagunbaa laga wareegay marka culummaa laga dhaxalo culummada agtoodu ka weyn yahay kitaabkane caamo keliya maaha ninkan wuxuu yidhi dartiga dhexdiisa su-aaliya niqaash haddii la fura sida ibnu cuseymiin ابن عثيمين هذا الله وعطان سنو وذي طبان سنة كبه دم بو وذي طبان سنة مدى قيسان إيسان حديث عن صومالي بان نحايا حديث عن سؤالها فرنو كتاب كفرد يكو دير رامو نقضا باش وين لفو عن مكتاب فرد يكو دير رباين نقن حديث قفكو وجنوبو بيهين أي برف يهين عيدنا أي سنكو دوين maxaa xal ah waa lagu yaqaan ciid aynu dhowaanin laakiin ma heli karaa lin ciid iima dhowa gacanteedu ma gaadhay noqon kartaa erey mujmaloo duuduuban waay ciidi aynan kuu dhowaanine ma heli kartaa shariicadu ma kuu dhowdahay ma dhihin baabu tayamum baan ugu tegi doonaaye ciid ma heli kartaa baa laga hadlaye ciid ma kuu dhowdahay mad maaha haddaydan ciid heli karinna kolaba bilaa tahaara tukan lahayde akhdan bibacd alaqwaali derbiya wixii kuu dhowaad ku tayamumi waadna tukan ninkii kulahaa iskaba tukan iska tukata ninkii kulahaa kaasaa tayamum galana samaysay labadaba darbu xajarin bicusfuray kaga dhig haddii aad heli kartana ee ciiddii baad aadi baabu tayamum baana faahfaahinta ugu tegi doonaa ninkan ugu dambeeya wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahayn in kitaabka safiinaha sharx carabi ama soomaali ah iyo adilo la saaro adilada saxiixa horta mid way sahlan tahay sharx carabiya wuu badan yahay waa saaran yahay nayl uraja baa jira kaashifatu sajaa baa jira shuruux kalaa jirta oo sharx carabiya haddaad rabto uu sharxan yahay sharx soomaali ah isna wuu sharxan yahay isagoo cajalado oo duuban oo la laqbaynayo
وساسا والدليل اللي ليه هي بعد هني تشرح صومالي أنا سقو مقالة هاي ستا من عربي أنا سقو آخر سو قرار هاي ستا الدليل إن لا صاره روح الدليل هذا صاره سقو معرك لكن هذا واحد دابا عربي كل قرار الله هيدي الدليل هذا آخر يكرته وأنا كنت المامي الدليل سيف فضود بعد كهني صفينا سوقات أبو شجاع الدليل هذا لا صاره هي مقدمة الحضرمية الدليل هذا لا صاره هي عمدة تصالي قد دلالة الله صالي الصبر بريك هل كان هذا الدليل كيري مسألة آخر كان في الدليل كوديلي أدوكوا با حديب عربي على آخره كرت الدليل أنا أوبا هانته خير الله كسيه إذا أقول سوى أدي أنا أوبا بربرو عاوز سؤال بني ويدين مرك هل كاسة كم رئيسة سفينة هي الدليل ذي سيره أروري يوم كوا جنا يا قانتي لو تعرف خير الله سي وهذا السفينه ويه بنا كامل كانت جوقتان وا ودا فتوتان عيد كان نقنق بدنه بحال لو عبصريا رقه فتوانه يا بنانك فكفكت يا مرنك ان لو جوغينو حدات سفينه ادلده ساري ويدان كتبتن ادلده سو قرانت هي انه يا لو مديالا غري الله يتقاناي اما فتوى الجوجيه اما كتابك ادلده نو ساره هذا صفينا كعب ستان نباشا فتوى ذا تشوتي هذه كلنا كلفيقة صفينا وحوين ما مختصر كشافعية ذا فقه ويرى مسائل وينه دمائي أموالي أعراضي ماله مزلات الأقدام كها بعد صار فتوى ذا كوب كشاهد وش يسوي طورة إنسان ودليل ذا ساق كلفيقة إنسان وقت هذا نقول اللي جت شبيه أفر كلام هذا كسي دين سامورن كه يو دودة كانت الصلاة صلاة كلية سفينه هي أنت صلاة يا طهارة كلية وما إنك صاد صبي سأدي الذي سير وذا تعلو أولي الفتوى عن الأول هينا وعن كل آخر هنا أرور اللي ليه هاي هي هل نرجع عند النوت تهبر ذي كوه شغبك هذا بس كده هذا هل كان سكده العاوة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك